وللحديث عن تطورات الثورة الشعبية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. يعني نبدأ معكم من بيان الميثاق الوطني العراقي. دان بشكل واضح وصريح الانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة، طلبة الجامعات والمدارس الإعدادية وحتى الثانوية. لكن السؤال المطروح دائما، لماذا تستمر الحكومة بأن تراهن دائما على الخيار الأمني دون غيره من بقية الخيارات؟ ما السبب في ذلك؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الحكومة ليس لديها أي حلول سياسية، وبالتالي هؤلاء حقيقة جاءوا بطريقة لا يمكن أن يكون العراقيين قد اختاروهم، وهم يعتمدون على الأجندات والنصائح الخارجية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنهم مؤدلجين ضمن ولاية الفقيه الإيرانية التي تسعى دائما إلى عملية القمع وفرض سطوتها بالقضية الأمنية، لذلك هم ليس لديهم خيار، لأنهم لا يمتلكون لا حلولا سياسية ولا رؤية للحوار من شأنه أن ينتج حلا سياسيا متكامل العراق يفضي إلى حل اقتصادي وحل تعليمي وصحي وحل سيادي وعسكري وأمني في العراق. لذلك هم يعتمدون على تشكيل ميليشيات تقمع بالقوة كل الأصوات التي تنادي بالحرية، لا سيما اليوم العراق ينادي بالخلاص من هذه التبعية الإيرانية، ولا يمكن السيطرة على شعب تعلم دائما على العنفوان والبطولة، وتعلم دائما على أن يكون مواجها لكل قساوة الظروف التي تحيط وأحاطت به منذ عقود من الزمن، ولا سيما أننا في عصرنا هذا قد اتئم العراقيون هؤلاء، وبالتالي التجربة الإيرانية لا يمكن أن تتحقق في العراق. فلذلك تعتمد هذه السلطات على القمع، وهي قد بدأت بالفعل منذ انطلاقة الثورة والثورات الماضية كلها بتظاهراتها بالحلول الأمنية، سواء بالقتل أو القمع أو الاعتقال أو عمليات الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. ولذلك هم يركزون على الطلبة، لأن الطلاب في العراق هم العمود الفقري لأي عملية تغيير، وبالتالي هم بناة المستقبل وجيله المنشود. طيب أستاذ عبد القادر، يعني سنعود إلى موضوع الميثاق وأيضا كيف ساهم الحراك الطلابي في مواصلة ثورة تشرين، ولكن دعني هنا أنتقل إلى سؤال ربما يكون سؤال عرضي. هناك من يدعو إلى أن تبقى الثورة ثورة تشرين بلا قيادة، هناك من يميل إلى أن تكون لهذه الثورة قيادة تتفاوض من أجلهم. أي الرأيين تفضل أستاذ عبد القادر؟ لا يوجد أي حراك دون أن يكون هناك حقيقة في داخله قيادات واعية ومدركة فيها ثقة للجماهير المنتفضة أو لثورة تشرين على سبيل المثال. فبالتالي القيادات موجودة وهي متنوعة، وبالتالي مطروحة في كل الساحات، والذين ضحوا ويضحون إلى هذه اللحظة معروفين، وهناك هدف مهم تماماً قبل أن تكون القيادة. الكل مجمع على هدف، وهذا حقيقة الإجماع بوحده هي قيادة الرأي الذي تقود هؤلاء جميعا. في الوقت الحاضر أن يكون هناك قيادة للتفاوض مع من؟ لا يوجد هناك في أجندات المتظاهرين أي عملية تفاوض مع السلطة الحالية أو ميليشياتها أو الحكومة، لأنهم يطالبون بإسقاطها بالكامل. وأما المجتمع الدولي فهو يعلم تماما أن هناك حقوق ومطالب، هذه المطالب هي مسار حل وضعها المتظاهرون بإسقاط العملية السياسية، تشكيل حكومة انتقالية، كتابة دستور جديد، الذهاب لقانون انتخابات عادل تشارك جميع انتخابات حرة فيها برعاية دولية تكون فيها النزاهة 100% بقانون عادل. لذلك الحل هو المطروح، والحل هو الذي يقود التظاهرات. فلماذا نشخصن الأمور حتى يتقدم يعني سين أو صاد من الناس لهذه الجموع المليونية؟ لذلك الذي يطرح أن تكون لابد قيادة قضية غير منطقية، لأنه من الذي سيحمي هذه القيادة؟ نحن نتكلم عن ناشطين بارزين ربما كان قد تقدموا الصفوف وتم اغتيالهم بطريقة فجة أمام أنظار العالم، ولم يتحرك أحد لحمايتهم، بل كانت هناك اليوم يكشف عن متظاهرين داخل الساحات وهم غير معلنين للإعلام من خلال بعض الجواسيس والعملاء الذين يدخلون إلى الساحات وتم اغتيالهم واعتقالهم.
لذلك من يطرح عملية أن تكون قيادة للثورة هذا يريد أن يجعلها كيانا سياسيا، ومن يريد أن يكون هناك ناطقا للثورة إعلاميا يريد أن يجعل القضية كلها بإطار سياسي يمكن أن يختزل هذه الجماهير المليونية بأشخاص معدودين. وهؤلاء الحقيقة لا يمكن أن يكونون، لأن التظاهرات لديها رأي يقودها ولديها مسار حل قد وضعوه بثبات، ولذلك هم صامدون بإطار تظاهراتهم وهذا هو الأصل. أستاذ عبد القادر، الطلاب والطالبات كان لهم دور مهم وفاعل في مسألة قيادة الحراك الثوري في العراق. الميثاق، أنتم في الميثاق دعوتم الشعب إلى إنصاف تضحيات الطلبة، ولكن هنا كيف ساهم الوعي الشبابي، الوعي الثوري، وأيضا وعي الطلبة وغيرهم من الطلبة في الحراك في مواصلة وثورة تشرين التي دخلت ربما شهرها الخامس؟ كيف تابعتم وكيف قيمتم مسألة الوعي الموجود لدى المتظاهرين في ساحات التظاهر والاعتصام؟ بات واضحا ومعلوما للجميع أن أي تظاهرات أو أي حركة تغييرية فيها العمود الفقري يكون الطلبة، فإن الوعي سيكون متسارع وبالتالي سيختزل عامل الوقت. أنت تتكلم مع النخبة المثقفة التي سيعتمد عليها البلد والشعب في قادم الأيام، فهم الجيل الذي عليه الأمل المنشود في قيادة البلد، وبالتالي هم الذين يصنعون الوعي، لأنه تعلم تماما أن الحركة الحياتية هي مستمرة. لذلك هؤلاء الذين سيتخرجون من الجامعات هم من سيقودون الحركة الوسط في جميع مفاصل الدولة والمجتمع من أجل أن يقودوا رأيهم وفكرهم. بالتالي الوعي الذي اليوم اكتسبه الشعب العراقي كان للطلبة من الطلاب والطالبات فضلا كبيرا على العراق وعلى شعب العراق، لأنهم حقيقة امتلكوا روحا واضحة بالوطنية، وهم الذين مزقوا الطائفية بالكامل، وبالتالي حافظوا على وحدة العراق وحددوا مسار الثورة والتظاهرات في العراق بطريقة واضحة تماما. فهم لم يطالبوا بإصلاح لأنهم واعين تماما أن حركات الإصلاح كلها لم تنفع مع هذه العملية السياسية وأطرافها، وهم الذين حقيقة ينظر إليهم كل المتظاهرين على أنهم القدوة، ومنهم يؤخذ الكلام لأنهم مثقفون، يعلمون، واعون، مطلعين، يقرؤون تماما كل التفاصيل، بإضافة إلى أنه اختصاصاتهم متنوعة، منهم من طلاب القانون ومنهم طلاب الطبية والسياسية والعلوم الأخرى الكثيرة. بالتالي عندما يجتمعون على رأي واحد سيصنعون الوعي الجمعي، وهذا ما فعله طلاب العراق في ثورة تشرين. لذلك من الإنصاف أن نقف مع الطلبة وأن يقف العراقيون مع الطلبة وقفة جادة، لأنهم يتعرضون إلى اضطهاد وإلى انتهاك خطير، فهم يقتلون. اليوم عندما يتظاهر أهل النجف ويشيعون قتلاهم هم من الطلاب، رأينا كثير عدد، أحصينا الكثير من عدد الذين تم استهدافهم هم طلاب الجامعات ومن الطلاب الذين يعتصمون والطالبات. الأربعة التي تم اغتيالهم هم طالبات، لذلك حقيقة للطلاب عصب مهم في الثورة، وهم العمود الفقري الذي ينظر إليه العراق. من هنا حقيقة جاءت دعوة الميثاق أن يقف وأن ينحاز مع طلاب العراق وطالباته والجامعات والكوادر وبعث لهم برسائل واضحة. أستاذ عبد القادر، بصفتكم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، الميثاق يبدو من خلال البيانات التي تريدنا يؤيد موضوع تدويل قضية المتظاهرين. على سبيل المثال للحصر، أنتم في الميثاق طالبتم اليونسكو بالاهتمام بالجامعات العراقية وأيضا رفض الانتهاكات بحق الطلاب، لكن سؤالي هنا كيف تابعتم وكيف تقيمون دور المنظمات الدولية تجاه الثوار وما تتعرض له من قمع حكومي؟ تعتقد أن دور المنظمات الدولية فاعل حتى هذه اللحظة أم أنه بطيء جدا؟ المنظمات الدولية حقيقة لم يصلها الكثير عن العراق، وكانت هناك البعثات الداخلية في العراق مسيطر عليها حكوميا، لذلك اليوم هذه التظاهرات كشفت الغشاوة عن كل ما يجري في العراق للعالم. نعم هناك بطء في التحرك بالنسبة لجميع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لكن هذا التحرك حقيقة قد بدأ، وبالتالي السلوك القانوني للميثاق ولجميع القوى بالتحرك، لأن العراق بدأت مشكلته دوليا، احتلال العراق كان دوليا وتغييب العراق عن واقعه كان دوليا، وبالتالي
العامل الدولي مع أن هناك شعبا يريد أن ينتزع سيادته، ولا بد أن يكون أيضا حلا دوليا في العراق لما يجري على العراق أيضا من تغول إيراني، وهو أيضا تغول دولي وبرضا دولي. لذلك حقيقة يأتي التحرك لإنصاف الجامعات العراقية، لأنه لا وجود للدولة، بغياب الدولة وأن هناك عملية سياسية وسلطة في العراق تنتهج نهج ميليشياوي تفرض أجنداتها على الجامعات العراقية، إذا لا حل لأن يكون هناك حوارا داخليا لإنقاذ الجامعات. رأيتم ورأى العالم أن القبعات الزرقاء حقيقة تستحوذ وتدخل إلى الحرم الجامعي وعلى مداخل الجامعة، بل أن من لا يجيد القراءة والكتابة فيها يدخل إلى عمداء الكليات وأساتذتها وطلبتها ويتجاوز عليهم بألفاظ نافية داخل الحرم الجامعي. هذا ما دفعنا ويدفع الكثيرين بالضغط على المنظمات الدولية كاليونسكو، لأن هناك واجبا قانونيا وأخلاقيا هي التي فرضتها قوانينهم عليهم بالتدخل لإنقاذ طلبة العراق وجامعاتها مما يجري عليهم من تنكيل وانتهاك خطير لحقوق الإنسان. فالبطء نعم موجود للمنظمات الدولية وعليها أن تتسارع، لأن قوانينها توجب عليها أن يكون لها دورا واضحا فيما يجري من انتهاكات سواء على الجامعات العراقية أو في مجال حقوق الإنسان. وبالتالي نحن نطلب تنفيذ القانون، وهذا أخلاقيا عليهم، لأننا حقيقة العراقيون لن ننسى من يقف معنا، وبالتالي سنحكم من يغدر ولا يستطيع الوقوف مع طلاب العراق. عبر سكايب من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.